مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية انطلقت صباح اليوم الاثنين بهدف تعزيز الردع ضد تهديدات نووية وصاروخية لكوريا الشمالية. تدريبات هذا العام حسب الجيش الكوري ستجري على أكبر نطاق على الإطلاق. تم تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين وكذلك بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كوريا الجنوبية والقوات الجوية الأمريكية ستجريان تدريبات جوية مشتركة على مستوى الكتيبة اعتبارا من اليوم وحتى 8 مارس. مخاوف عديدة تحيط بهذه المناورات الأمريكية الكورية، خاصة أن بيونغ يونغ لا تزال مستمرة في استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ. التدريبات بحسب الجيشين الأمريكي والكوري تهدف إلى تحسين وضعهما الدفاعي المشترك، موضحين أنها ستركز على عمليات متعددة المجالات من خلال استخدام الأصول البرية والبحرية والجوية والإلكترونية والفضائية.